بعد أن وضع العهد اللبناني قدما في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي بفوزه بهدف نظيف على النهضة في لقاء الذهب الذي أقيم بمدينة كربلاء العراقية، يحل ممثل الكرة اللبنانية ضيفا على الراقي النهضاوي، وذلك في موقعة الإياب الحاسمة والتي سيدور رحاها مساء اليوم على أرضية مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشهر. واستعد العهد اللبناني جيدا لهذه المواجهة المهمة والصعبة في الوقت ذاته، حيث يدخل اللقاء بصفوف مكتملة، ما يمنح المدرب السوري رأفة محمد خيارات واسعة، ويعول المدرب على كتيبته المدججة بأبرز اللاعبين الدوليين يتقدمهم الحارس مصطفى مطر والمخضرم محمد حيدر، إلى جانب وجود الإسكتلندي لي إيروين وصاحب هدف الذهاب السوري محمد الحلاق. تصور انه احنا امام منافس قوي يستحق الوصول لهي المرحلة كما احنا استحقنا الوصول، فاي فريق منا بيوصل المباراة النهائية فهي بتكون مستحق الوصول لهي المباراة هذا الحدث، ولكن اتمنى التوفيق للفريق. وتواجه الفريقان في ثلاث مناسبات هذا الموسم وتبادل الفوز قبل أن يتفوق الفريق اللبناني في المواجهة الثالثة والأهم نحو طريق اللقب. أول شيء نحن عارفين لو وصلنا هذه المرحلة الصعبة، عارفين مهمة صعبة بكرة أمام فريق قوي سبق وواجهناه بالمجموعات، عم يلعب عرضه بنجم مورو، بس أكيد نحن بالإصرار والعزيمة والروح العالية اللي قدمناها بأول مباراة إن شاء الله بنعيدها ونكررها، اللعيبة جاهزة. ويتطلع فريق العهد إلى تحقيق اللقب الثاني في تاريخ البطولة بعدما توج بطلا للمسابقة في نسخة 2019، فهل سيفعلها العهد ويقترب من اللقب الغائب، أم أن النهضة سيتمكن من إبقاء اللقب في سلطنة عمان بعد أن توج السيب بطلا للنسخة الماضية؟